شوف القرآن لما تقرأه، أنا أعرف أن بعض الناس ربما يمر على الآيات سنوات ليه ما يعرف معناها، كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يحفظها الأكثرون، لكن من منا سأل عن معناها؟ في قصة سليمان عليه السلام مشهد أريد أن أقف عنده، أغلب الناس ربما يمر عليه لكن لا يدري عن جمال هذا المشهد القرآني. تعرفون قصة سليمان عليه السلام مع الهدهد؟ بعد الهدهد بدأت قصة بلقيس، أول شيء النمل بعدين الهدهد بعدين بلقيس، لما أرسل إليها الكتاب ثم استشارت الملأ ثم قالوا لها حنا عندنا قوة فقط أمرينا نقاتل، قالت لا لا ما حد يقدر على سليمان. وين كانت بلقيس تعيش؟ في سبأ. وين صايرة سبأ؟ في اليمن. وأين سليمان وقصره؟ سليمان أين يعيش؟ في فلسطين موطن الأنبياء. سليمان عليه السلام ولهذا جدد الهيكل، هيكل بيت المقدس، وداود عليه السلام بدأ وسليمان أكمل، ولهذا يسمى هيكل داود إلى اليوم. سليمان عليه السلام لما نادى بلقيس أن تستسلم أرسلت إليه رشوة، قالت سأحمل إليه الذهب والمال والفضة، فإن كان ملكا عاديا قبل الرشوة وسكت وكفينا شره، وإن كان نبيا مرسل كما يقول لن يقبل هذه الرشوة. فلما جاء لسليمان بالقافلة لا يرى آخرها، كلها ذهب وجواهر وأموال وفضة، وبلقيس كانت غنية. فلما رأى سليمان قال ما هذا؟ قال الرسول هذه هدية من بلقيس إليك. غضب. شوف المؤمن ما ينظر لمتاع الدنيا الزائل. قال أتمدونني بمال؟ ترشوني؟ فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم، خذ أموالك وارجع بها، ارجع إليهم ارجع بها، فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها. راح نسير جيش أول عند بلقيس وآخر عندي، ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. لما ذهب الرسل ورجعوا إلى بلقيس، بلقيس علمت أنه نبي خلاص ما نقدر عليه، وسليمان قوي قوة ونبوة، ماذا أفعل؟ قالت أرسلت إلى سليمان رسالة، قالت له يا سليمان انتظر فأنا سآتي إليك، لا داعي للجنود ولا للقتال، سأستسلم وأتيك. ثم أمرت كل ملوكها أن يأتوا معها، معها ألوف من الملوك والجنود والحاشية والوزراء كلهم، وخلفت على سبأ سلطان وبعض الحرس، وقفلت على عرشها، كان عندها أعظم عرش في ذلك الزمان. شنو العرش؟ مثل السرير اللي ما رأى أحد مثله، كل من ذهب وفضة وجواهر ويواقيت. حتى الهدهد لما شافه استغرب، ولها عرش عظيم، شنو العرش اللي عندها؟ وضعت على عرشها سبعة أبواب وأقفال، باب ورا باب، كل باب قفل، ما تريد أحدا أن يرى عرشها، مو فقط يجلس. ووضعت سلطان، وعلى السلطان حرس من الجن والأنس يحمون، ماذا يحمون؟ عرشها. وكانت تعبد ماذا؟ تعبد الشمس، إله الشمس. فوضعت الجنود والحرس، وسلطان أمرته ألا يرى أحدا من الخلق عرشها، سبعة أقفال، ومشت. ومرت الأيام، تخيلوا الآن من اليمن إلى فلسطين مسافة طويلة والقافلة كبيرة، فإذا بالصوت يصل إلى سليمان في يوم من الأيام، سمع صوتا وهو مع جيشه مع رعيته، قال ما هذا الصوت؟ فجاءه الجنود قالوا إنها بلقيس وصلت، اقتربت بيننا وبينها فرسخ، إنها بلقيس قد وصلت،
فجمع الحاشية قال لهم أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين يعني مستسلمين. ما بقي شيء، خلاص وصلوا، لكن نريد أن يأتي العرش قبلها. وإيش عرف سليمان بالعرش؟ الهدهد. وهو نفس الوقت بيتأكد الهدهد صادق ولا مو صادق. قال أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن. مو أي جني هذا، هذا سيد من سادات الجن، هذا من أعتاهم، العفريت من العتو. قال عفريت من الجن أنا آتيك به، أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. متى كان يقوم سليمان؟ سليمان عليه السلام كان يبدأ بعد الفجر يجلس ولا يقوم من مجلسه إلا في منتصف النهار بعد الظهر، إذا صار الظهر قام. فقال له الجني أنا آتيك بالعرش قبل أن تقوم من مقامك، ثم ذكر صفتين وإني عليه لقوي. ليش قوي؟ لأن المسافة بعيدة تحتاج إلى واحد قوي. ثم قال أمين وإني عليه لقوي أمين. ليش أمين؟ لأن كل جواهر وذهب وفضة إذا ما كان أمين يسرق. فقال الصفتين، أنت تدور واحد قوي وأمين صح؟ أنا قوي وأمين. لهذا قالوا لا توظف إلا القوي الأمين. قوي يقدر يشتغل وأمين يحفظك في أموالك وعملك. ولهذا لما رأت الفتاتان موسى عليه السلام يسقي لهما قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. شرطين في أي وظيفة، اللي ما يحصل عليهما لا توليه لا تأمنه. قال عفريت من الجن، الجن أنواع، من الجن الغواص، من الجن الطيار، من الجن شيطان، من الجن المؤمن صالح، من الجن الضعيف، من الجن المارد القوي، من الجن العفريت. وجاء في يوم من الأيام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج بالليل لوحده، فاستقبله عفريت من الجن بشعلة يبي يحرق من؟ محمد عليه الصلاة والسلام. فالتفت النبي تركه، فلما التفت رآه في المكان الثاني بروحه يبي يحرق محمد عليه الصلاة والسلام. وكلما ذهب مكان رآه أمامه بالنار. فجاء جبريل إلى رسول الله قال يا محمد ألا أعلمك كلمات تقولهن فإذا فعلت كفيت شره؟ قال ما أقول، علمني. قال قل أعوذ بالله وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن فانطفأت ناره وولى. احفظ هذا الذكر، فإذا رأيت في الصحراء عفريتا من الجن قلها، بس ما أدري أتذكرها ولا ما راح تتذكرها. إذا رأيت عفريتا من الجن في البيت أو في صحراء أو في مكان موحش فقل هذا الدعاء يولي، أعظم سلاح عشان تحفظونها. أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وبرق ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما يخرج من الأرض ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. راح أكتبها، أحطها بورقة، أحطها بورقة بعدين أخذها، حط الورقة مطبوعة خليها عندك.
احفظها، حفظها أولادك. عفريت كان خادما لسليمان، ولو قدر الله نجي يوم من الأيام، ليش بعد سليمان استقوت الجن والشياطين؟ ليش الآن حتى السحر اليوم يستخدمون اسم سليمان في السحر؟ إيش معنى؟ وشنو قصة وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر؟ إيش قصة سليمان ونسبة السحرة السحر إليه؟ هذا إن أحيانا الله في حلقة ثالثة من خواطر قرآنية. الجني ما تراه على حقيقته، الجن ما ترى على حقيقته، تراه متمثلا. لن نحول الدرس إلى الجن، لكن نتكلم اليوم كما قال الله عز وجل: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. أنت ما تشوفه، لكن إذا تمثل على إنسان أو حيوان فإنك تراه. العفريت لما طلب هذا الطلب أو قدم هذه الخدمة لسليمان، سليمان استثقل. أنتظر حتى الظهر لنقوم من مقامي؟ بعيد. فتكلم أحد الصالحين على الأرجح، اسمه آصف ابن برخية، عالم من علماء ذلك الزمان. اسمه آصف ابن برخية، وفي أقوال أربعة راح أذكرها لك الحين. أرجح الأقوال إنه رجل صالح من وزراء سليمان، قيل من المقربين له من أقربائه. قال: الذي عنده علم من الكتاب. أي كتاب؟ ربما الكتاب الذي أنزل في ذلك الزمان، لكن أكيد كتاب يقربه من الله. قال: الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. شنو معنات يرتد إليك طرفك؟ مو معنات أنك تغمض وتفتح، لا، افتح عينك وانظر إلى أعلى وأبعد مدى في الأفق وانظر إليه واستمر حتى تغمض عينيك، فإذا أغمضت عينيك فقد ارتد إليك طرفك. يعني افتح عينك شوف أبعد مكان، فإذا أغمضت ارتد الطرف، ارتد الطرف، فإذا فعلت في هذا الزمن سترى العرش أمامك. قيل الذي قال هذا ليس برجل صالح، بل هو جبريل، أنزله الله عز وجل في ذلك اليوم إلى سليمان، وجبريل بيده أن يأتي بالعرش بلحظة. قال: الذي عنده علم من الكتاب، قيل أنه جبريل، أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. جبريل بجناح قلب أمة كاملة ما يأتي بعرش، فتحة عين وتغميضها ما يأتي بها، يأتي بها. وقيل أنه سليمان نفسه. شلون سليمان؟ سليمان يسأل وسليمان يجاوب؟ ما يصير. لكن اسمع إلى من قال هذا شلون يفسر القرآن، ترى هذه تفسيرات جميلة. الجني قال: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. فرد عليه سليمان قال له: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. إذا أنت تقول تأتي بالعرش من الفجر إلى الظهر، أنا آتيك بالعرش قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه عنده، هني يدل على أنك أن سليمان، فلما رآه عنده على طول الآية أكملت، قال: هذا من فضل ربي. وقيل قول رابع أنه ملك، ليس جبريل لكنه ملك من الملائكة. أكثر المفسرين على أنه رجل صالح ليس سليمان، ولو كان سليمان لذكره الله عز وجل تصريحا. تسألني تقول يعني شيخ يعني القرآن نختلف فيه؟ هذا ليس بمهم حتى يذكره الله جل وعلا. من الذي قال هذه الكلمات؟ ليس الأمر مهما. القرآن لا يأتي بالتفاصيل، إنما يأتي بالمعاني العامة لأنها المهمة. أما التفاصيل فالقرآن ليس معنيا به، قد تفسرها السنة وقد تتركها السنة أصلا، لأن العبرة ليست بها، لكن العبرة بأن العرش قدم. وللحين بلقيس ما وصلت، أول ما فتح عينه
نظر إلى الأفق غمض عينه فإذا العرش اللي 7 أبواب مغلقة اللي عرح عليه حرس وجنود قيل في الهواء طار وقيل في الأرض غاص. فجأة العرش يخرج بين يدي سليمان ما أعظمه من عرش ذهب فضة جواهر يواقيت. لما رآه سليمان أكبره والله عرش عظيم. فلما رآه مستقرا عنده على طول تذكر فضل الله قال هذا من فضل ربي. ما نسب الفضل لنفسه، قال هذا من فضل ربي ليبلوني. يا الله، لما ينعم على الإنسان نعمة على طول، هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. الجن الحين خافت. ليش خافت الجن؟ الجن مربوطة محبوسة، سليمان حابسها. قالت أوه الحين إذا تزوج بلقيس يمكن يتزوجها، هذه ملكة تسلم ويتزوجها. ثم يأتون إذا هذه بهذه القوة وسليمان بهذه القوة ثم يأتون بذرية، إيش راح يسوون فينا الذرية؟ الجن خافت أن سليمان يعجب ببلقيس فيتزوجها، وهي المصيبة على رأسها بتصير. فإذا بالجن يثيرون إشاعة. في بعض التفاسير أنهم قالوا لسليمان عليه السلام أن في بلقيس خلل بعقلها، ما هي عاقلة 100%، فيها نوع من الجنون. فأراد سليمان أن يتأكد، شلون أتأكد من عقل بلقيس؟ نكروا لها عرشها، خلوا مكان الأحمر أصفر والأصفر أحمر، اللي فوق نزلوا تحت واللي تحت حطوا فوق، غيروا الشكل، أريد أن أختبر عقلها. فلما وصلت بالملوك والحاشية والجيوش سألها سليمان عليه السلام سؤالا أول ما دخلت عليه، قال تعالي انظري إلى هذا السرير العرش. قال أهكذا عرشك؟ مستحيل، بيني وبينه آلاف الكيلومترات، قفلت عليه 7 أبواب أو 9 كما في التفاسير، على السرير جيوش وحرس من الجن والإنس حفظة، كيف يأتي السرير قبلي؟ مستحيل. طيب لكنه يشبه سريري، أخشى أن أنفي ويتضح أنه هو، وأخشى أن أقول هو سريري وعرشي وأصل مجنونة، سريرك في سبأ كيف يأتي هنا؟ ولهذا خرجت من السؤال بجواب، قالت كأنه هو، لا إي ولا لا، طلعت بجواب من النص كأنه هو. قال المفسرون من عقلها ورجاحته، لا قالت إيه ولا قالت لا، عرف سليمان أنها ليست فقط عاقلة بل ذكية. وأمر سليمان الجن أن يبنوا له قصرا علشان يوريها القوة الحقيقية، ليست القوة اللي عندها. شنو هذا القصر؟ القصر تحت ماء، فوق الماء مثل الزجاج الممرد قوارير. تخيل الأرضية، يعني حتى اليوم ما تشوف شيء، الماء فوق مثل الزجاج الذي لا يرى بالعين، عينك ما تراه، إذا رأيت ماء يجري ماكو شيء فوقه، لكن إذا مشيت عليه علمت أن فوقه الزجاج لا يرى. إلى اليوم مع التكنولوجيا والحضارة ما عندهم بهذا المستوى، الماء حتى لو موجود ما يجري ما يموج. قيل لها ادخلي الصرح، فلما رأته حسبته لجة، موج يمشي لجة يعني عميق. أول ما دخلت رفعت ثيابها وكشفت عن ساقيها، قيل
أنه أراد أن يكتشف عيبا قيل فيها أن في ساقيها عيب وشبه بحيوانات، هذه كلها إسرائيليات والتي لم تثبت، ولهذا أراد سليمان أن يفعل هذا الفعل ليتأكد من عيب في ساقيها، وهذه كل إسرائيليات لم تثبت. المهم أنها دخلت وكشفت عن ساقيها، فابتسم سليمان قال أنزلي أنزلي ثيابك إنه صرح ممرد من قوارير. رأت السرير، رأت القصر، رأت الجن، رأت الشياطين الخدم، رأت الطير تحف، رأت الجنود، رأت الجيش، رأت العظمة في هذا الصرح. لما رأت قالت ربي إني ظلمت نفسي، قالت ربي إني ظلمت نفسي، ظنت بقوتها وقدرتها أنها على حق، فلما شافت واحد أقوى منها درت أنها على باطل. تعرف ما الذي صدها عن دين الله؟ قال الله وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين، يعني من زمان كانت تريد أن تؤمن، لكن الذي منعها من الإيمان قومها الكافرون. هنا المصيبة، كثيرون يود أن يؤمن لكن الذي حوله يمنعه. تذكرون قصة هرقل؟ هرقل لما سأل سفيان، لما سأل أبا سفيان عن النبي عليه الصلاة والسلام وأجابه بالإجابات، تعرف من هرقل؟ قيصر. قال هرقل وحوله البطارقة، قال والله إن هذا الذي ذكرتم سوف يملك تحت قدمي هذه، يعني الشام كانت أقوى دولة، ها الروم هي وفارس، قال هذا سوف يملك تحت قدمي، ووالله لو كنت عنده لغسلت قدميه، أنا لو أكون عنده أصير خادم أغسل رجله. هذا من هرقل؟ فلما قال هذا خارت وثارت البطارقة وعلت الأصوات حتى قال أبو سفيان فخشينا على أنفسنا فهربنا، كادت أن تصير مذبحة في القصر. من الذي كاد أن يؤمن؟ هرقل بنفسه، لكن من الذي صده؟ من حوله. بلقيس كانت تريد الإيمان منذ زمن، لكن ما الذي صدها؟ إنها كانت من قوم كافرين. وكانت فرصتها تروح حق سليمان، فلما دخلت إلى سليمان ورأت القصر ودعاها إلى الله جل وعلا قالت رب إني ظلمت نفسي، قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت. ما قالت أسلمت لسليمان، لا، علمت أنها وسليمان عبيد لله، وأسلمت مع سليمان. ما استسلمت لسليمان، استسلمت مع سليمان. لمن؟ لله رب العالمين. موقف جميل ذكره الله عز وجل بالقرآن. قيل إن الرجل الصالح الذي جاء بالعرش دعا بدعاء، تعرفون القصة هذه، قيل دعا بدعاء فأتاه الله عز وجل بالعرش. أول شيء شلون رجل عادي وتجرى على يديه معجزة؟ هذه معجزة، العرش من اليمن لفلسطين بدعوة الله يأتيه بالعرش. إذا كان هذا الأمر الخارق أجري على يد نبي سمي معجزة، وإذا أجري على يد رجل صالح سميت كرامة. انتبه، في شيء اسمه كرامة؟ إيه، في شيء اسمه كرامة، نعم. كان بعض الصالحين أحيانا يدعون الله فيستجيب الله لهم مباشرة لكرامتهم عند الله جل وعلا، الكرامة واقعة. بل كان بعض الصالحين قيل أنه يمر على السباع الأسود الضارية لا تمسه بسوء كرامة من الله،